السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. معلش على التأخير، بس فترة الامتياز بدأت خلاص، وإن شاء الله هكمل معاكم المنهج زي ما وعدتكم بإذن الله، ومعلش على التأخير مرة تانية. إن شاء الله يا شباب هنكمل النهاردة بقية الأسباب اللي تعمل an ovulation. في بقية الأسباب دي عندنا luteal phase defect، وعندنا luteinized unruptured follicle، وعندنا البريماتيور اوفريان فيلير والريزيستنت اوفري سندروم. وبعد ما نخلص الحاجات دي نعمل سامري لاسباب الان اوفيوليشن اللي احنا قلنا عليها. طيب انا ليه خليت الاربع حاجات اللي احنا هنشرحهم النهارده دول لوحدهم؟ لان عايز اوصل لكم فكره يا شباب ان كلمه ان اوفيوليشن مش معناها، مش بالضروره ان بويضه ما طلعتش. امال ايه؟ كلمة an ovulation معناها يا إما إن بويضة ما طلعتش زي ما شفنا في البي سي أو والهايبر أندروجينيزم اللي بيأثر على البروسيس اللي بتخلي البويضة ما تطلعش، يا إما حصل خلل في الباسوي اللي بعد الأوفيوليشن. بمعنى إن بعد ما بيحصل أوفيوليشن بيتكون عندي كوربس ليوتيم، والكوربس ليوتيم ده المفروض ان هو يطلع بروجستيرون عشان البروجستيرون ده يروح يشتغل على اليوترس ويعمله سيكريتوري بدل ما كان بروليفراتيف. طيب لو حصل ان البويضة طلعت بس الاكشن ده ما حصلش، او اليوتينايزيشن ما حصلش، او ان البروجستيرون ما طلعش كويس، او ان اليوترس ما استجابش البروجستيرون، ده كله اقدر اسميه ان اوفيوليشن. بمعنى اخر ان كلمة an ovulation تحمل في طياتها failure of ovulation and dysfunction of ovulation. وبناء عليه هناخد موضوع اسمه luteal phase defect. luteal phase defect، عايز تعرف يعني ايه luteal phase defect؟ اعرف ان هو يساوي inadequate progesterone secretion. inadequate progesterone secretion. طب وفيها ايه يعني لما يبقى فيه inadequate progesterone secretion؟ لا، فيها كتير. البروجستيرون ده هو اللي بيكون البطانة بتاعة الرحم اللي هيحصل فيها الامبلانتيشن، اللي هيحصل فيها الامبلانتيشن للجنين. فلو ما حصلش امبلانتيشن يبقى ده سبب من اسباب الانفرتيليتي، او سبب من اسباب لو هي اكتشفت ان هي حامل يبقى ده سبب من اسباب الريبيتد ابورشنز. ليه؟ الجنين مش لاقي بطانه كويسه يعمل فيها امبلانتيشن فبينزل. طيب فبناء عليه لما نيجي نشوف على الرسمه دي الليفل بتاع البروجستيرون هو اللي مرسوم بالاخضر ده. البروجستيرون المفروض ماشي، وبعد كده في النص التاني بيزيد. طيب ايه اللي يعمل luteal phase defect بناء على الرسمه دي؟ يا اما defect في الكوربس ليوتيم function، الفانكشن بتاعته نفسها مش كويسه، يا اما حصل له early degeneration. يعني المفروض ان الكوربس ليوتيم زي ما احنا شايفين في الرسمه دي يكبر، هنا هيكبر مثلا عند داي معين، لو حصل له degeneration قبل الداي ده يبقى البروجستيرون هيبقى inadequate secretion. inadequate secretion وده بيكون لي جاب ما بين الadequate corpus luteum وما بين تكون البلاسينتا. نحن عارفين يا شباب ان الهرمون البروجستيرون بيبقى جاي لي الاول من الكوربس ليوتيم، وفي اللحظه دي بيبقى اسمه كوربس ليوتيم اوف بريجنانسي لغايه اما البلاسينتا بتاعتي تتكون. طيب لو حصل ايرلي ديجنريشن للكوربس ليوتيم قبل ما البلاسينتا تتكون بمده طويله يبقى دي مشكله اقدر اقول عليها اليوتيال فيز ديفكت. ممكن يكون الكوربس ليوتيم شغال كويس ومطلع بروجستيرون كويس، ولكن مين اللي ريزيستنت لي البروجستيرون اللي طالع؟ هو اليوترس. اليوترس مش راضي يستجيب ل البروجستيرون اللي طالع ومش عايز يكون البطانة. طيب انا ازاي يا شباب هشخص ليوتيال فيز ديفكت؟ احنا قلنا ان كلمة ليوتيال فيز ديفكت شيلها من دماغك وحط قصادها inadequate بروجستيرون. طيب عايز اعرف مجموعة من الاختبارات بتحدد لي inadequate بروجستيرون، يبقى اعمل كل الاختبارات اللي احنا قلنا عليها قبل كده،
اللي بتحدد لي انا في انهي حته من السايكل. زي ما قلنا في السيرفايكال ميوكس، لما كنت بلاقيه فلويدي والاماونت بتاعته كتيره وسبين بار كي تيست، كنت بقول ان انا في الاستروجين فيز. بعد كده بلاقيه فيسد ونو سبين بار كي ونو فيرنينج، بقول ان انا في البروجستيرون فيز. لما اجي اعمل كل التستات اللي احنا قلنا عليها بتاعه الفروقات ما بين النص الاولاني من السايكل والنص التاني من السايكل، هلاقيها نيجاتيف. ليه النيجاتيفيتي دي موجوده؟ ليه؟ علشان مفيش بروجستيرون طالع كويس، فاللي كان بيعمل التشينجز ما بقاش موجود، فبالتالي التشينجز دي مش هتبقى موجوده. طيب نعالج ازاي اليوتيال فيز ديفكت؟ ان انا بدي، انا بقى من بره البروجستيرون، بدي بروجستيرون. ما دام انت يا كوربس ليوتيال مش قادر تعمل لي الفانكشن دي، خلاص انا هدي من بره بروجستيرون في السكند هاف اوف ذا سايكل. طيب بدي ايه لغايه، بدي ايه؟ بدي حاجه اسمها داي ميدروكسي بروجستيرون اسيتيت. داي ميدروكسي بروجستيرون اسيتيت لمدة عشر أسابيع بعد ما كنت اتأكدت من التشخيص بتاعي. ممكن ادي هيومن كوريونيك جونادوتروفين. هيومن كوريونيك جونادوتروفين ده الهرمون اللي بيطلع من البلاسينتا، فممكن ادي هيومن كوريونيك جونادوتروفين اللي هو الهرمون اللي بيطلع من البلاسينتا. طيب ممكن انشط شوية الكوربس ليوتيم ان انا اعمل اوفيوليشن مظبوط. ان انا اعمل اوفيوليشن مظبوط يعني ايه اعمل اوفيوليشن مظبوط؟ يعني انا اللي هعمل اندكشن اوف اوفيوليشن. ممكن يكون لاي سبب من الاسباب الفيميل دي عندها لخبطه في الهرمونات عندها، فبعمل سيسيشن، بعمل سيسيشن اوف اوفيوليشن فولود باي اندكشن اوف اوفيوليشن علشان انظم الاوفيوليشن بتاعها. يمكن الكوربس ليوتيم يشتغل كويس والفيز ديفكت ده يتحسن عندها. نيجي بعد كده لليوتيلايزد انرابتشرد فوليكل. في موضوع اليوتيلايزد انرابتشرد فوليكل ده، عايزكم تتخيلوا ان في اوفا خلاص المفروض يعني انها هترابتشر، بس حصل فيلير اوف رابتشر. ولكن التركه في الديزيز ده ان الكوربس ليوتيم او الخلايا اللي حواليها حصل لها اليوتيلايزيشن، يعني تكون عندي كوربس ليوتيم مع ان البويضة ما فرقعتش. طيب وبناء عليه ايه اللي هيترتب على كده؟ ان تكون الكوربس ليوتيم ويكونوا بيسكريت بروجستيرون، هلاقي ان التشينجز اللي بتبقى موجودة في السكند اوف ذا سايكل موجودة. يبقى انا لما اجي اعمل اختبارات اليوتيال فيز ديفكت مش هلاقيها، ولكن لما اجي اصور الاوفري ده بالالترا ساوند هلاقي الفوليكل ما حصل لهاش رابتشر في الميعاد المفروض ترابتشر فيه. طيب ده نتيجة لإيه بيحصل؟ نتيجة لبرضو بيحصل ديفكت في الهرمون ليفل والكلام ده. طيب نعالجها ازاي؟ ان احنا اللي نعمل اندكشن اوف اوفيوليشن، وديها هيومن كوريونيك جونادوتروفين من بره ان هاي دوز ات ذا تايم اوف اوفيوليشن. نيجي المرض دلوقتي يا شباب اللي هو البريماتور اوفاريان فيلير. والحقيقه المرض ده مهم لان هو بدا ينتشر بكثره المده اللي فاتت وبدات نسبته تزيد الحقيقه. طيب يعني ايه بريماتور اوفاريان فيلير؟ يعني احنا قلنا قبل كده ان الفيميل بيبقى عندها ريزرفوار معين من الفوليكلز، كل شهر بتطلع منها بويضه. طيب المشكلة ان هنا بيحصل بريماتيور اوفاريان فيلير، الفوليكلز بتخلص بدري عن الميعاد الطبيعي بتاعها. لما نيجي نشوف اسباب اللي تخلي الفوليكلز اللي تخلي الاوفر يخلص قبل الميعاد الطبيعي بتاعه، تخيل على طول ان حصل حاجة موتت الفوليكلز دي. طيب ايه اللي هيموت الفوليكلز؟ الكيموثيرابي، العلاج الكيماوي، وبعد كده الراديوثيرابي، الإشعاع، وإيه كمان؟ إن أنا أعمل هيستريكتومي وأشيل الأوفري معايا. ممكن إديوباثيك لو في فاميلي هيستوري في العيلة،
ممكن ايه كمان debilitating diseases زي ال pernicious anemia، ممكن infection و ك secondary complication لل infection دي وأشهرهم طبعا المامبس، وممكن يكون ال premature ovarian failure لسبب idiopathic ماشي في ال family history، يعني حصل نفس الكلام في ال family history. ممكن يكون يا شباب عشان autosomal disease يعني autoimmune antibodies وهجمت ال follicles بتاعة ال ovary فخلصت عليها بدري فحصل premature ovarian failure. ازاي اشخص البريماتور اوفيريان فيلير؟ ان في ميل صغيره في السن نسبيا يعني 40 سنه 41 سنه وحصل لها سيسيشن اوف منسز يعني جالها امينوريا، وبعد كده اعمل الاختبارات بتاعتي او التستات بتاعتي هلاقي ان عندها استروجين ديفيشنسي كمان زي الهوت فلاشز، هلاقي مينيبوزال سيمتومز. يبقى لو لقيت مينيبوزال سيمتومز في ايج بدري شويه افكر في بريماتور اوفيريان فيلير. طيب حتى الانفستيجيشنز اللي هعملها هلاقي فيها نفس الريزلتس بتاعت المينوبوزال انفستيجيشنز، بمعنى ان انا هلاقي الاستروجين قليل والاقي الاف اس اتش والال اتش عاليين، وكمان علشان اتاكد كويس قوي لان في السن الصغير ده يعني بيبقى صعب شوية ان يحصل لها infertility بدري قوي كده او ان يحصل لها premature ovarian failure بدري قوي كده، فبعمل باخد بايوبسي من الاوفري وبشوف هل في follicles ولا لا. ففي الديزيز ده للأسف ما بلاقيش follicles خالص. طيب التريتمنت بتاع حاجة زي دي ايه؟ ان انا بعمل replacement للهرمون. ليه؟ علشان اقلل الريسك بتاع الكورونري هارت ديزيز واقلل الريسك بتاع الاوستيوبروزيس. وفي حاجه طبعا حرام بيعملوها بره اللي هي ايج دونيشن ان هم ياخدوا ايج من فيميل تانيه ويعملوا لها تلقيح بسبيرم وبعد كده ايه يزرعوها في الرحم بتاع الست دي. في سندروم تاني يا شباب اسمه ريزيستنت اوفري سندروم. يعني ايه resistant ovary؟ هو الاوفري اللي فيه follicles كويسة، الاوفري الفوليكلز اللي موجودة في الاوفري موجودة وعددها كويس، ولكن المشكلة ان الاوفري لا يستجيب للفاريشن في الجونادوتروفين ليفلز، لا يستجيب للفاريشن في الجونادوتروفين ليفلز لان مفيش ريسبتورز للجونادوتروفينز على الاوفري ده. اسمه ايه السندروم ده؟ اسمه سافاج سندروم، اسمه سافاج سندروم. طيب ايه اللي بلاقيه في السندروم ده؟ بلاقي نفس فكرة البريماتور اوفيريان فيلير، ان الاستروجين قليل لان الفوليكل ما بتكبرش، الفوليكل لما بتكبر هي اللي بتطلع لي الاستروجين، فالفوليكل هنا ما بتكبرش فبالتالي هلاقي الاستروجين قليل، ونفس الفكرة الاف اس اتش هرمون عالي. امال ايه الفرق ما بينه وما بين السندروم اللي هو البريماتور اوفيريان فيلير؟ ان في البريماتور اوفيريان فيلير لو خدت بايوبسي من الاوفري هلاقي ان في نورمال فوليكلز، ولكن في البريماتور اوفيريان فيلير سوري اما اخد بايوبسي مش هلاقي في نورمال فوليكلز، مش هلاقي في فوليكلز اصلا. ولكن في السندروم اللي هو الريزيستنت اوفري سندروم هلاقي في البايوبسي بتاعتي ان في نورمال فوليكلز، ولكن الفوليكلز دي ما بتكبرش وما بتطلعش استروجين لانها ما بتستجبش اصلا للجونادوتروفينز اللي طالعه من البيتيوتري. طيب علشان عشان اعالج الديزيز ده لازم اعمل induction of ovulation، ولكن في الحالة دي بيكون very difficult وبيحتاج large doses، لان يعني هو اكيد مفيش receptors، اكيد يعني مش مفيش receptors تماما، لا في شوية receptors ولكن غير كافية انها تعمل الافكت بتاع الجونادوتروفينز على الاوفري، فبدي large doses very large doses of gonadotrophins وممكن يحصل ovulation. ممكن يحصل ايه يا شباب؟ ovulation. وفي برضو الفكرة التانية اللي هي حرام اللي هي ovum donation من فيميل تانية. بكده يا شباب الحمد لله نكون خلصنا الان ovulation، بس لما نيجي نعمل السمري نلاقي ان احنا اكتشفنا معلومات ان
الـ an ovulation أو كلمة an ovulation لا تعني بالضرورة failure of ovulation اللي هو إن البويضة تخرج بره الأوفري، لأن إحنا زي ما شفنا في الـ phase defect الأوفا بتخرج بره الأوفري، ولكن الـ inadequate progesterone secretion من الكوربس اليوتيم بيديني فكرة الـ an ovulation. يبقى an ovulation عبارة عن failure of ovulation or failure of consequences of ovulation اللي هي البروجستيرون سكريشن. خدنا التوبيك الاولاني اللي هو البوليسيستيك اوفيريان سندروم، وعرفنا ان معظم اسباب الانوفيوليشن بتبقى هرمونال. خدنا البوليسيستيك اوفيري سندروم وعرفنا ان في الحاله لما تجيلي هتبقى غالبا اوبيز عندها شويه هيرشيوتيزم، الهيرشيوتيزم ده جراديوال مش مره واحده، يعني على فترة جاء على فترة مش مرة واحدة، وإنها بتشتكي بإنفرتيليتي من إنفرتيليتي ومن dysfunctional uterine bleeding. وقلنا برضو الهايبر برولاكتينيميا والهايبر أندروجينيزم، وقلنا إن الهايبر برولاكتينيميا الكيسة بتاعتها ممكن تكون bilateral breast discharge، وكلمة bilateral مهمة لأن لو unilateral هفكر في حاجات surgery شوية، لكن كلمة bilateral breast discharge في واحدة مش لسه والدة او كده، يعني اللي هو other than الميلك secretion النورمال، دي اسمها جالاكتورية. وعرفنا سندروم اسمه جالاكتورية امينورية سندروم، وان البرولاكتين هرمون عدو المرأة وبيسبب an ovulation. بعد كده قلنا زيادة الاندروجين، وان الاندروجين برضو عدو المرأة، وان هو بيوقف الاوفيوليشن، وان الكيسة بتاعته ممكن تيجي في تيومر سكريتنج اندروجين بس هيجيب لك ان الديوريشن اللي حصل فيها الهيرشيوتيزم سريعة جدا مش زي البي سي او او الهايبر برولاكتينيميا. بعد كده شفنا اليوتيال فيز ديفكت، وكان الكلمة المهمة في اليوتيال فيز ديفكت ان بيحصل اوفيليشن والبويضة بتطلع من الاوفري، ولكن في inadequate progesterone secretion. يجيبها لك في الكيسة ازاي؟ ان ال irregular ripening بتاع الاندوميتريوم هيخلي المنسترال سايكل مش مظبوطة، فيحصل pre-menstrual spotting يعني قبل اليوم اللي المفروض الفيميل دي experience المنسز عندها بيحصل spotting. ليه؟ لان الرايبنينج بتاع الاندوميتريوم مش ماسك في بعضه قوي، فبيحصل pre-menstrual spotting. خدنا بعد كده luteinized unruptured follicle، ان الاوفري افتكر ان الاوفم طلعت خلاص، بس هي في الحقيقة ما طلعتش، فبناء عليه عمل adequate progesterone secretion، ولكن لسه الفيميل انفرتايل علشان البويضة ما فرقعتش اصلا، ما خرجتش لسه من الاوفم. وخدنا البريماتيور اوفيريان فيلير، وفرقنا ما بينه وما بين الريزيستنت اوفري سندروم او سافاج سندروم، ان في البريماتيور اوفيريان فيلير no follicles are present في البيوبسي بتاعي، لكن في resistant ovary syndrome الفوليكلز موجودة. ولكن ايه المشكلة في resistant ovary syndrome؟ receptors للجنادوتروفينز مش موجودة. وايه المشكلة او ايه اللي بيؤدي الى البريماتيور ovarian failure؟ اي مرض اوتو اميون ممكن يهاجم الاوفيريان فوليكلز ويموتها، الكيموثيرابي والراديوثيرابي والهيستريكتومي وانفكشنز وكا كومبليكيشن بعد الانفكشن دي حصل اوفورايتس زي ما بيحصل في المامبس او في التي بي، ادى الى ان يحصل بريماتيور اوفيريان فيلير. تعرفوا ازاي او يجيلي ازاي في الكيسة؟ ان الاستروجين قليل والاف اس اتش عالي في فيميل سنها صغير مش في السن بتاعت المينوبوز. وبكده نكون خلصنا الان اوفيوليشن، وان شاء الله باذن الله المرة الجاية هبدأ يا اما الانفرتيليتي في الجاينيكولوجي او نبدأ اوبستريك على خير باذن الله.